الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله وذروا البيع هذا أمر بالترك، فهو يفيد وجوب الترك وحرمة البيع. فإن قلت: وما الحكم لو تجرأ إنسان وباع بعد نداء الجمعة الثاني، أي النداء الذي يكون والإمام على المنبر، أي الأذان الذي تعقبه الخطبة؟ فنقول: إنه قد ارتكب حراما فالواجب عليه التوبة، وبيعه في ذاته غير صحيح، لأن المتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. فكل معاملة نهى الشارع عنها فهي فاسدة أصالة، إلا المعاملة التي نهى عنها ودلت القرينة على صحتها، وإلا فالأصل أن كل معاملة نهى الشارع عنها فهي معاملة باطلة. ولأن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يشغل عن المجيء لاستماع الذكر والصلاة، وكل ما ألهى وأشغل عن ذكر الله فهو محرم. كل ما ألهى وشغل عن ذكر الله عز وجل فهو محرم. ولذلك فإن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب، وبناء على ذلك فيدخل فيها كل ذكر واجب، جمعة أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، أليس كذلك؟ فيصلح أن نستدل بهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء الظهر، وبهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء العصر، وبهذا الدليل على حرمة البيع بعد نداء المغرب والعشاء. لماذا؟ لأنه يجمعها أنها ذكر واجب، وكل ما ألهى من البيوع عن الذكر الواجب فيكون حراما. فاستثناء بعض العلماء، أو أن نقول فحصر بعض العلماء التحريم بالبيع فقط مع تجويزهم لعقد النكاح وغيرها من المعاملات والعقود، نقول هذا ليس بصحيح، بل كل ما ألغى سواء عقد بيع أو عقد نكاح أو عقد إجارة أو عقد وصية أو عقد طلاق، أي عقد أو أي فسخ يتضمن الاشتغال به الانتهاء عن حضور الذكر الواجب وشهوده فإنه يعتبر حراما، سواء بيعا أو غيره، وسواء في جمعة أو غيرها، لأن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب، وهذا واضح.